السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرح ده مفيد جدا للناس اللي بتشتكي من ان الباقة بتاعة الموبايل بتخلص بسرعة، فبالتالي احنا هنستخدم تطبيق اسمه نت جارد. التطبيق ده مفيد جدا في ان هو يمنع اي تطبيقات من ان النت يتصل بيها، سواء على الموبايل بالخط اللي هي شريحة الاتصال او على الواي فاي. الموضوع بسيط خالص. في الاول بنحمل التطبيق ده، هتلاقي رابط التحميل موجود في وصف الفيديو، هتحمله من على جوجل بلاي، وكمان هتلاقي برضو الرابط التحميل في اول تعليق. هنحمل تطبيق. هو التطبيق حاليا مساحته صغيرة خالص، هتبدأ تحمله. خلاص كده اتحمل، هنعمل فتح. بعدها هنا بيقول لي يعني مجرد رسالة عليا عادية، عايز تقراها ماشي وافق. بيقول لي هنا عايزين السماح، بقول له مثلا موافق موافق. طيب بعدها دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز مثلا امنع التطبيق عن تطبيق مثلا اليوتيوب، وليكن اليوتيوب. في هنا علامة جنب اليوتيوب، في علامة اللي هي الواي فاي، في علامة اللي هي شبكة الداتا بتاع الموبايل. مثلا هعلم على علامة اللي هي بتاعة الداتا بتاع الموبايل كده، علمت عليها صح كده. طيب في الحالة دي ايه؟ نجرب كده ندخل على يوتيوب. بص كده، اتفرج على التطبيق ده كده. بص ركز معايا، بدأ يفتح. طيب لو ليه فتح مع ان انا عامل انقطاع؟ عشان خاطر انا في فوق كده في الحتة دي بالظبط العلامة دي لازم انت تتعلم عليها، تمام؟ فبالتالي هعلم عليها كده واقول له موافق موافق موافق. تمام خلاص، نرجع خطوة تاني ورا. خلاص كده العلامة دي طالما شغالة كده التطبيق شغال. نرجع كده ندخل على يوتيوب تاني. بص كده اشوف اي فيديو عندي، مثلا مش راضي يجيب اي فيديو على الكاميرا الرئيسية بتاع اليوتيوب، برضو مفيش اي فيديو ظاهر خالص نهائي. ليه؟ لان انا خلاص عملت ايقاف للداتا او النت عن تطبيق معين. فبالتالي كده اي تطبيق عندك عايز تمنع الداتا من عليه، تمنع اي اتصال بالانترنت عليه كأنك مش فاتح انترنت اصلا خالص، فبالتالي بتعلم على العلامة بتاعته على الواي فاي او على شبكة الموبايل. بس كده التطبيق سهل جدا ومش محتاج اي تفاصيل اكتر من كده. إيه، هتلاقي طبعا رابط تحميل موجود في وصف الفيديو في اول تعليق. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان تتابع اي دروس جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.